باختبار البي ام بي، وراح نكمل نحكي شوي بالنصائح انه شو تستخدم. بس اجين انت ضروري انك تضيف لمستك الخاصه، انه انت فعليا ايش المرجع اللي بيناسبك. ما في مشكله طلع على كتاب ريتا، ما في مشكله طلع على البينبو، شوف انت هي اللي عم تفهم منه اكثر وحطه بخطتك. فعليا شباب 20 ستيبس تشوز ان اتند بي ام بي كورس. بدنا نحضر اول خطوه بالبدايه. شباب في حد سالني قال لي طب يا عمي احنا الكورس متى نحضره؟ فعليا اول خطوه شباب هي انك تحضر كورس البي ام بي، بس يفضل تختار كورس حدا من زملائك اصدقائك عامل لك ريكومنديشن، يقول لك انه والله انا حضرت بالكورس الفلاني وكان مفيد. تمام، حنحكي اكثر عن كيف يعني مفيد.